السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم مرحبا بكل المتابعين على قناتي وليد فوتوس. اليوم راح نتكلم عن إضافة خطوط جديدة ومختلفة ورائعة على الهواتف الآيفون، وكذلك على اللي هو الآيباد، واللي تعرفون ان الاي او اس، نظام الاي او اس ما في خطوط من الخارج، وكل الخطوط اللي موجودة حسب البرنامج اللي هو الاي او اس، واللي مضافة من الاساس من ابل، يعني حاطين مجموعة خطوط محددة تكتب بالعربي او لغات اخرى، ولكن ما تقدر تضيف. في خاصية جديدة موجودة ولكن لحد الان غير مسموح لك انك تضيف اي خطوط، ولكن راح نتعلم طريقة جميل وبسيطة ان نضيف خطوط. طبعا البعض بيقولي ليش اضيف خطوط دام ان عندي برامج ثانية بامكاني اكتب خطوط مختلفة واستمتع بهذه البرامج. انا معاك، ولكن انت اذا اضفت خطوط على بعض البرامج اللي انت تتكلم عنها قد تعطيك اضافة اكثر عن الخطوط الموجودة. والحلو في الشيء هذا ان بعض التطبيقات لما تستخدم الخطوط اللي فيها قد يقلل من جودة الصورة، ولكن إذا في برامج أخرى، خلنا نضرب مثال على البيكسل ميتر وغيره من البرامج، وحبيت أنك تحط خطوط عربية منوعة ومختلفة، راح تحتاج أنك تضيفها، لأن هذه البرامج معتمدة بشكل كلي على الخطوط الموجودة في نظام الاي او اس. وعشان نضيف هذه الخطوط بنحتاج برنامجين مجانيات اللي هو Documents، والبرنامج الثاني اللي هو فونتس مانجر. هذين البرنامجين راح نتعامل معاهم وبشكل بسيط وسهل، بنشوف طريقة إضافة هذه الخطوط من خلال هالبرنامجين. أنا ما راح أحدد لكم موقع معين، ولكن اليوم بضرب مثال على موقع جوجل اللي وفر لنا خطوط مجانية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية. راح نحمل خط من خطوط ونشوف كيف طريقة اللي هو تحميل الخط هذا على نظام الاي او اس. اول شيء لازم تسويه هو تحميل التطبيقين اللي تكلمنا عنهم، Documents واللي هو Fonts Manager، وهذه التطبيقين انا حاط لكم الروابط في الشرح تحت والوصف، فحملوا التطبيقين هذيلا، من ثم نبدا ندخل على صفحه جوجل اللي توفر لنا خطوط مجانيه. دخلنا على صفحه الفونتس جوجل اللي هو فيه خطوط مجانيه، وراح احط لكم بعد الرابط لهذا الموقع، وننزل خط من الخطوط، ولنفرض الخط هذا اللي هو مكتوب عليه كايرو، راح نعمل اوكي، نرجع الى الصفحه اللي هني فيها التحميل وننزل الخط هذا عندنا. فمثل ما انتم شايفين راح ينزل لنا في ملف مضغوط داونلود، الحين موجود عندي انا في ملف مضغوط. طبعا بعد ما حملنا الملف المضغوط لخط كايرو راح نروح على داونلود ونشوف الملف المضغوط. اول خطوة نحتاج الى اللي هي برامج او تطبيقات مجانية كذلك، او حتى تقدر تشترك اذا حبيت، وهذه التطبيقات اللي منها ايزب، وهذا تطبيق ممتاز لفك الملفات المضغوطة، وبامكانك من خلالها كذلك تحمل اي شيء ثاني مضغوط وتفتحه من خلال هذا التطبيق. خلونا نشوف الحين الخطوة الاولى اللي راح نعملها. بعد ما فتحنا اللي هو الملف المضغوط لخط كايرو، بتلقون عندي انواع من الخطوط اللي هو الخط العريض وغيره، فبنختار واحد منهم، خلنا نقول اول خط هذا، بنعمل عليه سلكت، راح ننزل الى اوبن ان وبنشوف انه مش موجود، نعطي مور، راح ندور على copy of two documents، هذا copy to documents. طبعا ياني الخط هني طلع عندي بيقول لك انه cannot open cairo. المهم ما تقدر تفتح هذا الخط، ولكن عشان تكمل مثل ما قلنا بنضغط على open in another app، وبنسير مرة ثانية وعلى النقاط الثلاثة more، راح نشوف اللي هو font manager، نضغط على font manager طلع لي الخط هني، اسوي select للخط واحمل الخط عندي على اللي هو الاي او اس، نظام الاي او اس بيعطيني الصفحة اللي هو السفاري، وهل انت تسمح بتحميله، نضغط allow، راح ينزل عندي في profile download. الحين لا تخاف بتلقى عندك في مكان ثاني، نروح على السيتنج الاعدادات، راح تشوف تحت الاسم هني مكتوب profile downloaded، فتضغط عليه بتشوف الخط اللي هو
كايرو نسوي تحميل للخط. طبعا بيطلب منك الباسورد وبالتالي تحمل. خلاص تم تحميل الخط الحين في نظام الاي او اس. خلونا نشوف الحين في برنامج ثاني كيف الخط موجود. عشان نشوف الخط الحين راح نفتح اللي هو برنامج بيكسل ميتر. بيكسل ميتر معتمد كليا على الخطوط اللي موجودة في الاي او اس، في نظام الاي او اس، يعني ما تقدر تضيف خطوط ثانية. ولكن الحين بما ان ضفنا خط كايرو راح نشوف من خلال هذا التطبيق كيف بيطلع الخط عندنا. الحين كتبنا باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله، راح نروح على الاعدادات اللي فوق ونغير الخط. طبعا كايرو فلا بد ان نبحث، هذا كايرو موجود، فشوفوا هذا هو الخط اللي موجود عندنا من اللي حملنا. طبعا هذا ما كان موجود، الحين عندي موجود خط جديد ومثل ما انتم شايفين نستخدمه في مثل هاي التطبيقات او حتى التطبيقات اللي فيها تعتمد كليا على الخطوط الموجودة في الاي او اس. وصلنا لختام الحلقة، واتمنى الشرح والدرس هذا فاتكم. اذا هاي المعلومات اللي تشوفونها مفيدة في اضافة خطوط فخذوا راحتكم وضيفوا خطوط على كيفكم من خلالها. ولا تخافون من ناحية ان البروفايل والداونلود راح ينزل، لانه مجرد خط. هذا في المستقبل راح اعتقد انه يعني ان ابل راح توفر خاصية اضافة الخطوط، ولكن الان مش متوفر. اذا حابين تحطون خطوط جديدة لبعض التطبيقات اللي فيها ليمتد مثل ما يقولون على الخطوط المعينة، بامكانكم تاخذون هاي الطريقة. واذا انتم تشوفون ان البقاء على التطبيقات اللي توفر خطوط عربية منوعة فهذا الاختيار لكم. انا مجرد موضوع حبيت اعطيكم اياه وان شاء الله تستفيدوا منه. مع الف سلامة.